بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طالب طلبة وطالبات المرحلة السنوية المرة دي مش هنقول سنة أولى لأنه الموضوع اللي هنتكلم عليه هو reported speech or اللي هو الكلام الغير مباشر الموضوع ده طبعا موجود في الوحدة أو unit 10 في أولى ثانوي وموجود كمان في الوحدات بتاع التالتة ثانوي في الترم الثاني كلها ماشي فيها عشرة و11 و12 يعني هذه هذا الدرس هينفع اولى ثانوي وينفع تالتة ثانوي لكن قبل ان نبدا بنتوجه بالشكر إلى الأستاذ ناصر لانه في الفيديو اللي فات انا طبعا كان على اخر الليل وفي كلمه نطقتها خطا طبعا اللي هي كلمة بيرمننت وطبعا هذه الكلمة نطقها الصحيح الأرض ما بيجيبوهاش هم الأجانب يعني بيرمننت بيقولوا اوكي بيرمننت بتبقى فيها حاجة اسمها أسوع بيرمننت المهم مش عندنا دي مش مشكلتنا يعني أنا قلتها Permanent هي بيرمننت بيرمننت اللي هي كلمة بمعنى دائم يعني بنشكره شكرا جزيلا وإحنا بنتقبل أي نقد أه بنرجع تاني لموضوعنا اللي هو reported statements or reported speech اللي هو الكلام الغير مباشر ولو لاحظتوا أنا بادئ الكلام على هذا الدرس بالكاريكاتير اللي موجود قدام حضراتكم أه هتلاحظ إيه كان زمان يكلمونا بيقول إن كلام المعلم مع تلامذته في الفصل ده بنسميه كلام مباشر دايركت سبيتش لو انت رحت البيت والام والاب سالك هو الاستاذ قال ايه؟ هدول الاستاذ قال كذا وكذا 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 اذا كلامي انا وكلام الاستاذ وصل الى الام والاب بس بطريق ايوه بطريق غير مباشر ولذلك كمان بيسمى بطريقه ثانيه بيسمى اسم ثاني يعني يسموه الكلام المنقول لانك بتنقل كلام غيرك بتنقل كلام غيرك وكان حتى زمان احنا صغيرين لما يعلموهن يقول لك ده بيسموه كلام النمامين قال فلان فعل فلان اقترح فلان ضرب فلان بالشكل ده فلذلك يسموه ريبورت سبيتش وانا جبت لك مثال الفتاه دي بتقول اي لايك بيتر انا بحب بيتر طبعا جام اخينا ده السوسه اللي إنتو شايفينه خد الكلام وراح جايله لايه؟ لبيتر نفسه، قال له اسمع البنت دي بتقول إن هي بتحبك. بص ايه اللي حصل؟ هي البنت لما اتكلمت قالت ايه؟ أي أنا، لكن لما هو نقل كلامها حول أي إلى ايه؟ إلى شي وقال سد. البنت لما اتكلمت كمان عن نفسها قالت ايه؟ ها؟ شي يعني أي تحولت إلى شي. الفعل لايك تحول الماضي بيت لايكت. وبعد بدل بيتر عشان بيكلم بيتر نفسه بيجت يو يبقى دي الجملة في الكلام المباشر اللي قالتها وده النجال اللي حولها إلى كلام غير مباشر إلى كلام منقول قال شي said she liked you من هنا قبل ما نخش في شرح الدرس تطلع بمجموعة من الصفات مجموعة من المعلومات اللي هي بتفيدك في هذا الدرس واحد إن الكلام الغير مباشر دائما يكون في الماضي الا في حالات ثلاث هنشوفها مع بعض في الاخر الثاني دائما بيكون الضمائر اللي موجوده عندنا في صيغه الغائب الا اذا كان بيكلمك انت يعني بيقول لك انت يو فبتحول الى ايه هنشوفها مع بعض يبقى اذا دايما الكلام الغير مباشر دايما في الماضي دائما الضمائر بتاعته بتكون في صيغه الغائب يعني بيسموها الثيرد بيرسون الثيرد بيرسون لان الضمائر حضراتكم عارفين فيرست بيرسون اللي هو ضمير المتكلم اي وي السكند بيرسون اللي هو المخاطب هي كلمه يو كلمه واحده والثيرد بيرسون اللي هو هي وشي وات وزي دول او هي وشي وزي يمكن اكثر الحياه المستخدمه في الثيرد بيرسون او اللي هو الضمائر الضمير الغائب. أه، تبصوا حضراتكم كمان مثال تاني عشان ناكد لك يعني طبعا هم اتنين لما مين ستات قاعدين مع بعض بتقول لها عندنا تينا من ذات يعني ذكرت قالت كذا كلمة سد أو قال أه، she had started a new job. برضو جابتها في صيغة الايه? الماضي yes she told me she was enjoying هي قالت لي إن هي مستمتعة لذلك هما الاثنين بينقلوا كلام الآخرين فحولوا الكلام من كلام مباشر إلى كلام غير مباشر واستخدموا دايما صيغة الماضي ولهذا الكلام اللي الإنسان بيقوله بينقسم إلى ثلاثة أنواع إما جملة خبرية وإما اللي بيسموها statement سنتنس أو جملة استفهامية اللي أنتوا عارفينها اللي هو الكويستشن اللي هو بنوعينه دبليو اتش كويستشن اور يس اور نو كويستشن والنوع الثالث اللي هو الريكوست اللي هو الطلب اللي بيسميه الاوردر وهناخد حاجات جديده النهارده برضو تنطبق وتنزل تحت اللي هي جمله الطلب ومن هنا انه الجمله الخبريه علشان انا اعملها في كلام الغير مباشر دائما تبدا بالمتحدث الذي قال هذه الجمله ثم فعل القول فعل القول هل هو سد قال told اخبر اسكد سأل وهكذا. ثم المتحدث اليه ان وجد يعني ممكن تلاقيه في الجمله وممكن ما تلاقيهوش. ثم الجمله اللي هيبدا فيها اللي بين علامتي التنصيص او علامتي الايه القوسين دول هنشوفهم مع بعض ليهم اسم ثاني هورهولك اللي هم بيسموها اللي هي الكلمه هي الموجوده عند حضراتكم دي الانفيرتد المهم دائما وابدا انا لما ببدا اتكلم ده في حاجات انا بعملها ببدا بالمتحدث ثم فعل القول اللي دهوني وبعدين بعمل ايه في الجمله الخبريه قال لي هنا هتلاقي عندك في قوسين هتعمل فيهم ايه هتشيلهم وتحط ذات طيب بعد مين دي بعد المتحدث اليه يعني تحط ذات وبعد كده تخش على الجمله اللي هي طبعا بعد ما شلت القوسين وحطيت ذات داخل جملة بتعمل الحياه التاليه واحد الضمائر تحول لصيغه الغائب او للمعنى الجديد للجمله اتنين كل زمن الجمله يحول الى الماضي اذا كان ماضي ب... مضارع بسيط حول لماضي بسيط اذا كان ماضي بسيط ممكن ان يبقى ماضي بسيط او يحول لماضي تام مضارع مستمر يحول لماضي مستمر مضارع تام يحول الى ماضي تام انسو so طيب قال لي كمان هو لما يجي يسالك في الامتحان انا بعمل المقدمه دي عشان لما أخش في الشرح تبقى انت مركز معايا فعل القول هنا هو دايما ممكن يسالك على فعل القول ده ويسالك على اداه الربط اللي موجوده هنا مكان السهم ده ويسالك على الفعل ده اللي هو فيكون في, في الماضي وحاجه تانية اللي هي الظروف الزمنيه فقال لي هنبدأ بأول حاجة بنتكلم عليها بتقابلك في الجملة اللي هي أفعال القول يعني الفعل say اللي هو يقول بتظل كما هي say says said طبعا إذا ذكر المتحدث إليه بتقول say to or says to or هنا ذكر المتحدث إليه فلذلك هذه تحول إلى تل وهذه تحول إلى تلز ودي في الماضي تحول إلى told بعد ما غيرنا فعل القول بنبدا تواجهنا اللي هي inverted inverted comma اللي هي على ال... كلمه inverted دي معناها شيء يعني مقتبس او فقره مقتبسه موجوده بين علامتي تنصيص او علامتي ترقيم او احنا بيسموها دايما الاقواس بتشال ونستخدم ذات او تحذف يعني يعني ممكن تستخدم ذات وممكن لا الازمنه كلها يا اخوانا تحول الى الماضي رايت right, رايتس يعني ماضي بسيط تحول الى روت يعني مضارع بسيط تحولت الى ماضي بسيط روت الماضي البسيط يحول الى ماضي تام هاد ريتن امو از ار جي اللي هي بتاعت المضارع المستمر تحول الى ماضي مستمر مضارع تام تحول الى ماضي تام مضارع تام مستمر ماضي تام مستمر طيب ماضي مستمر يحول إلى ماضي تام مستمر تلاقي في حاجتين شغالين على نفس الحكاية الأفعال النقص ويل وود شال شد وممكن تبقى ود برضو ماي مايت كان كود ماستر بتحول في الماضي إلى هاد تو لكن حضرتك في حاجة تانية اسمها الظروف الزمنية عرفت إنك أنت عشان تحول الجملة بتغير فعل القول بتشيل قوسين وتحط زات زمن الجملة بيحول الماضي لو واجهتك الظروف الزمنية الكلمات اللي تحتاج لحضرتك إلى حفظ لو لقيت كلمة ناو تحول إلى ذن يعني الآن تحولت إلى حينئذٍ This that these, those here هنا there two days ago two days before or earlier last week the week before the previous week the day before خلاص طبعا هنا ايه؟ the day before طبعا او yesterday يمكن دي دي يعني فيها لخبطه شويه تو دايز بيفور يعني بيقول the day before yesterday تبقى فاهم يعني اليوم اللي قبل امبارح اه يبقى اذا هنا بيقول اللي احنا اولت امبارح يعني فدي بتحول الى two days before. Tomorrow morning, tomorrow morning ها؟ آه, The next morning next Friday the following day وممكن في حاجات تانية بتحول إليها لو أنت عايز زيادات يعني the following day the next day the day after براحتك وطبعا كلمة last وطبعا last week دي the previous week وهكذا زي ما أنت خدناها من شوية tonight الليلة تحول إلى that night tomorrow the next day قلنا or the following day yesterday the day before the previous day today تبقى that day uh, في عندي باي by then next week the following week لكم تاني the day after tomorrow يعني بعد بكره in today's time this afternoon that afternoon دي اشهر الظروف الزمنيه اللي بتواجهك يعني الكلام ده كله هتلاقيه لو كانت الجمله مباشر هتختار دول اذا كانت الجمله غير مباشر تختار دول إذا كانت هنا الجملة مباشرة direct or indirect and so تعالى نشوف مع حضراتكم هذا هذه الأمثلة. She said I shall pay my debts tomorrow. آدي المتحدث اللي هو مين؟ شي. فعل القول said ثم آدي القوسين أهو اللي حضراتكم شايفينهم اللي اتكلمنا عليهم في أول جملة وآخرها. ودخل الى داخل الجملة. نمشي خطوه خطوه الراجل قال ابدا بالمتحدث ادي شي سد زي ما علموني من شويه لا تغير هشيل القوسين وحط مكانهم زاد دخلنا الى داخل الجمله تبدا تحويلاتك البنت لما اتكلمت عن نفسها قالت اي لكن هي ومش موجوده بننقل كلامها وبننم عليها اي تحول الى شي ده اول حاجه عملتها غيرت الضمائر اتنين جابني شال واحنا قلنا شال ممكن تبقى شاد وممكن تبقى وض يعني لكن هم بيفضلوا دايما يعني ان هم بيستخدموا كلمه وض دي لا تعنيني لانه في الامتحان انا مش هيجيني تحويل هي متحوله وجاهزه بس هتختارها على طول وبقيه الجمله ليست باي ماي ديبس لغايه ما وصلني تومورو تومورو ده ظرف زمني ظرف زمني لو دورت على تومورو اهي بتحول الى ذا نيكست حولها عند حضرتك استخدمنا ادي المثال الاولاني فهمنا لا طيب مثال تاني هي سيد ايه الاختلاف بين التمرين ده وده ده هنا لم يذكر المتحدث اليه ما قالش هو قال لمين لكن هنا اخبرنا ان هو تحدث الى من يعني هنا في عندي في سبيكر وفي لسنر فهنا هي سيد قال لي I sent the letter two days ago. بعد من يومين فاتوا. تعالوا نشوف حصل ازاي. هي تولت مي اه عشان نجيب يعني حاول تخلي بالك سيت تو تحولت الى تولت ده المتحدث وستو بي تولت وادي المتحدث اليه مي شايل قوسين وحط ذات هناك اي وجل اي تحولت الى هي عشان المتحدث ولد سنت كانت في الماضي فحولها للماضي التام هاد سنت ذا ليتر. Two days ago كلمة ago حولها إلى كلمة before يعني من قبل أو two days earlier زي ما قلت لك هنا uh, كلمة two days ago يمكن أن تكون تحول إلى two days before or two days earlier I said to uh, he said to me I didn't see the robbers last night اه هي المتحدث اهو سي تو تحولت الى طولت ادي المتحدث اليه مي شال القوسين وحط ذات ودايما احط لك ذات بين قوسين يعني يجوز حذفها اي تحولت الى هي didnt اه uh, didnt يعني الجمله في زمن الماضي البسيط يعني باست سمبل فتحول الى باست بيرفكت change it انتو باست بيرفكت هاد بلس باست participle had طبعا علشان هي منفيه فبيتهادنت سين ذير اور بعدين last night تحول إلى the night before or the previous night نلخص كل الكلام اللي قلناه في هذه اللوحة الجميلة اللي موجودة قدام حضراتكم هنلخص الكلام اللي قلناه report speech statements هذا الاب يعني the father لاحظ انه not that his daughters crying بتبكي ليه يا بابا عايزه تروح البارك. وهو مش فاضي النهارده. فعمل لها بروميس. وقال لها: "I will take you to the park tomorrow." ما تبكيش، أنا بكرة هاخدك إلى البارك. الحديقة، المنتزه. وتاني: "I am very tired today," لأن أنا تعبان النهارده. الكلام ده كلام إيه؟ مباشر. لأنه مباشرة بين المتحدث أهو. الى الليسنر المتحدث والمتحدث اليه فهذا الكلام يكون كلام دايركت مباشرة. اهو فرحت البنت ابوها مشي راحت عادت الكلام هنا قالته في لحظتها هو بيكلمها مباشره قبل ما يمشي قالته وقالت لي الكلمه I will take you to the park tomorrow my father told me ما غيرتش زمن الجمله هنا ليه؟ لانها حدثت منذ فتره زمنيه قصيره I am very tired today my father said بعدها بقى تاني فرع بدات تحكي لنا حولت هذا الكلام من كلام دايركت سبيتش انتو ريبورتد سبيتش اور ان دايركت سبيتش خلي بال حضراتكم قالت ماي father تولد مي هنا كانت موجوده ايه خلي بالكم يعني هو بيقول سيد تو مي يعني قال لي فبقت تولد مي تمام تولد عامل لك السهم ده ليه ليه قال سيد قال لي انه ذكر المتحدث اليه فما جالش سد جال تولد كويس شال القوسين دول وحط مكانهم مين ذات كويس ادي اي اهي فاعل الجمله ابوها طبعا مذكر فجالت اي تحولت الى ايه هي اي تحولات اهي ماشي ادي ويل تحولت في الماضي الى احنا قلنا بنحول لازم الى الماضي ود وبقى طبعا ملهاش علاقة ليه؟ لأن واللي بيجي وراها المصدر وود برضو بيجي وراها المصدر فما عندنا مشكلة. يو هو قال لها أنتي لما هي بتتكلم بتقول أنا قال لي أنا فتحولت إلى مي تو ذا بارك مفيش تحويل فيها هيجابلني بقى كلمة إيه؟ بص هنا اللي بالأخضر دي ها؟ تومورو تومورو يعني أي أهي تحولت إلى هنا هي will تحولت إلى was بنفس اللون. take لم تتحول. me اللي هي كانت you في الأصل. to the park. tomorrow تحولت إذا نيكست داي الجملة الثانية I am very tired today. بتقول هي also said وهو أيضا قال لي جملة ثانية. ربطت بذات البنت الشاطرة. I تحولت إلى هي. am تحولت إلى was أور was عشان الناس اللي بتقول كده. very tired ملهاش علاقة بالتحويل لأنها لا هي ضمير ولا هي فعل ولا هي ظرف زمني. Today تحولت إلى ذات day ده يعني ملخص لكل الجملة الخبرية اللي إحنا إتكلمنا عليها إنك يعني معلومة إنه هو ممكن يسألك في مواضع مختلفة في سؤال الاختياري choose هيختار يسألك فيه يا إما في فعل القول يا إما في أداة الربط ذات يا إما في الفعل سو دايما تختار الفعل في الماضي أو في الظرف الزمني تعالوا نشوف عندنا خمس تمارين عشان زي ما بيقولوا احنا عارفين التكرار بيعلم الشطار عشان الحمار يتعلم زي ما احنا عارفين وفضلين الشطار I am thinking of taking a foreign language course قال الولد اللي اسمه هنا ايه Brad said to Tom قلت براد قلت بريد ما تفرقش معنا يحول هذا الكلام إلى كلام غير مباشر توم خلاص براد تولد توم يعني هنا هو أو بأخبره أخبره لأن كانت في الأصل إيه سيت تحولت إلى تولد وده المتحدث إليه شال القوسين وحط كلمة ذات الولد لما اتكلم قال أي أي تحولت إلى أيام تحولت إلى هي ووز وأدي سينكينج ملاش علاقة في الموضوع of taking a foreign language course ما فيش أي تغيير تاني نزلت كما هي I don't know what time Jack will arrive Adam told me Adam told me المتحدث والمتحدث إليه that I ها تحولت إلى هي don't know مضارع بسيط تحولت إلى didn't know ماضي بسيط what time Jack هنا بص خلي بالك اهو اهو تحولت الى ود وباقي الجمله كما هي. ما فهمناش المثال ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده خد كمان ثاني لان زي ما عشان ايه تكرار يثبت المعلومه معاك. I am going to با بكلمة holiday home in Spain. كلمه باي هوليداي هوم ان كلمه باي بوت باي اشتري طبعا فيليب سيد تو مي. فيليبس تولد مي متحدث ومتحدث لي. شال القوسين وحط ايوه شطار اللي برد عليا حاول ترد معايا ذات اي ام تحولت الى هي ووز جوينج تو باي هوليداي هوم ان سبين ما فيش اي تحويلات. ات ماي رين از ا weekend. Paul said. Paul said ما فيش متحدث ليه ما قالش تولد قال سيد بس وربط بذات ات ماي تحولت الى مايت رين از ا weekend. I haven't bought I haven't bought a new car for the race Peter said to me لو انت هتحل مع نفسك هتقول هتقول ايه بيتر told me I تحول الى he have تحول الى had he had bought a new car for the race ده ملخص الجملة الخبرية اللي اتكلمنا عليها ولكن اسمع حضرتك يا اللي دخلت المرحلة الثانوية وشوف ايه اللي ممكن يتغير، هل يا أستاذ هو دايماً هيستخدم معايا فعل القول وسد وطلد وسد وطلد ياخد السنة كلها سد وطلد؟ قال لي لا أنت خلاص كبرت على كده. يبدأ يستخدم أفعال قول أخرى بدلاً من سد. يستخدم الفعل كليمد اللي هو يدعي أو يزعم كومبلينت يشكو منشند يذكر indicated يوضح كلمة uh, asserted طبعا هنا بمعنى uh, يؤكد agreed reported explained shouted دي ممكن يستخدمها بدل بص كده هدي لك أمثلة يعني مثالين عشان ما كترش عليك قال he said the service in the restaurant is not good بيقول الخدمة في المطعم ده منيلة بنيلة مش كويسة يبقى أخينا ده بيعمل إيه؟ آه فعلا بيشتكي فقلت هي كومبلينت زاد ذا سيرفيس ان ذا ريستورانت كل ده ما اتغيرش كل اللي اتغير ان از تحولت الى ووز لان لم اجد في الجمله لا ضمائر ولا ظروف زمنيه لم يتحول الا فعل الجمله فقط. هي said اي won't تيل اني what وات يو قال أنا مش هقول لحد اللي أنت قلته. ممكن تقول promised أقول لك صح. وممكن تقول كلمة أجريد وافق أقول لك صح. هي agreed هي won't tell wouldn't tell تحول إلى الماضي. Anyone what I you تحولت هنا إيه إلى I كلمة لون أحمر أنت بقى أديها أحمر براحتك. برضو من ضمن الأفكار اللي لك في الإمتحان بتبقى مشكلة عندنا في هناك مجموعة من الأفعال الناقصة دي وساعات أفعال في زمن الماضي يعني لا تتغير أولا الأفعال الناقصة اللي هي جاية في شكل في الماضي وفي نفس الوقت الماضي التام هتغيره توديه فين تاني ما هو أعلى حاجة مضارع ماضي بسيط ماضي بسيط وصل الماضي التام هتوديه فين تاني خلاص لبس في الحيط ما فيش تاني مش هتقدر تحوله إلى أعلى من كده يعني من ضمن الأشياء اللي هي تختارها انت ومغمض في الاختيارات would وشد should do, ought to, had, better, might, used to دي بالذات اللي جيت لما حطيت التمارين في كذا امتحان شفناه في النماذج used to كاتب لي used to, had used to العيال كلهم جروا على كلمة had used to أقول له غلط طبعاً وقد he said I used to clean my every day I used to clean my room every day فهي said I تحولت إلى هي إنما يوزد تو ظلت كما هي كلين بدل ماي روم بيت هيز روم إفري داي هي said وي كود ظلت كود كما هي لكن لجيت وي تحولت إلى زي عشان هم مش موجودين سي ذا مونتين اهي افتر افتر وي تحولت إلى زي هاد ريتشد ماضي تام يظل ماضي تام كما هو the top of the tower هنا يقول لحضراتكم متى لا نغير زمن الجمله متى لا نغير زمن الجمله وخلي بالك في هذه الاجزاء اللي انا مديها لحضرتك خلي بالك منها تماما ما تخافش طبعا انا هقول لك يعني لغايه الحاله دي ادي 1 2 3 4 دول الاربعه هم طبعا معظم الكتب بتجيب معاهم الايه بس لكن احنا يعني من خلال الافكار العدة اللي جيناها في الامتحانات ومن خلال نماذج الامتحانات المختلفة وضعنا هذه التمارين وطبعا وفوق كل ذي علم عليم احنا لا ندعي العلم ولكن بنحاول ننقل العلم ونعلم تماما ان هناك من هو اعلم منا في هذا المجال لا تتغير الازمنة متى لا نغير الازمنة واحد إذا كان فعل القول إذا كان فعل القول اللي هو ده ها حاجتين يا اخوان يا في المضارع ولا المستقبل إذا كان فعل القول في المضارع أو المستقبل يبقى زمن الجملة كما هو يمكن أنا مديلك لك مثال على المضارع والمستقبل هتاخده على نفس العينة He says أهو أهو يقول I live in a small flat in Cairo ها شي آسف says I تحولت إلى شي ماشي لكن زمن الجملة لو على الكلام اللي فوق كان المفروض قال لفت لكن خلاه لبز كما هو ليه يا استاذ؟ لماذا لم تغير؟ قال لي بص للمصيبة دي هذا الفعل فعل ايه؟ قول. إيه الحالة الثانية التي لا نغير فيها زمن الجملة إذا كانت الجملة تعبر عن حقيقة. She said metals expand when they are heated إن المعادن تتمدد عندما تسخن She said that ha? metals أهي اكسباند ما expanded, expanded. خلاها زي ما هي في البريزنت ليه when they are heated لأنه هنا يتكلم عن ترو فاكت ترو فاكت يعني حقيقة لا يمكن تغييرها فيبقى الزمن كما هو لا تتغير الأزمنة الحالة الثالثة إذا كانت الجملة قيلت منذ فترة زمنية قصيرة لسه يا دوب أخينا ده جاي للجملة دي قدامنا هي said just now لازم يجيب لك كلمة تعرفك إن الكلام لسه يدوب يقال هي said just now لسه حالا وتوا قال الكلمة دي I have already seen the film بص كده هي said just now I تحولت إلى هي المفروض هاف تحول الى ايه؟ هات على حسب الكلام اللي اتعلمناه لكن ظلت في المضارع التام بس بيجي هاز ليه؟ عشان هي بتاخد هاز ما بتاخدش هاف. Already seen the film، ظل هذا الزمن كما هو، لماذا؟ لأن الجملة هنا لا تزال قيلت منذ فترة زمنية قصيرة. قال لي كمان خلي بالك لو كانت في حالة وجود اف يتغير الزمن في الحالة الأولى فقط. He said if it rains I will stay at home. He said if it rained he would يعني الحالة الأولى ها الحاله الصفريه لا تتغير ليه يا استاذ لأن الحاله الصفريه بتعبر عن ايه عن حقيقه مش هتتغير الحاله الثانيه في الماضي تظل كما هي لانه شيء غير محتمل الحدوث بيسموه ماضي غير حقيقي فلذلك لو بيسموه يعني انترو باست باست فالحاله الثانيه ما بتحولش ولا الثالثه ما بتحولش شيكه الوحيده اللي بتحول اللي هي الحاله الاولى بتحول الى الحاله الثانيه فقط قال لي انت من الصبح شغال تدينا جملة واحدة بين قوسين جملة واحدة جملة one sentence one sentence uh, what would happen if we had two sentences the... اهو كده التو ماركس لو بالعلامتين دول الانفيرتد كوماز لو انا لقيت جملتين اعمل ايه؟ قال لي هي said to me I didn't post the letter هو قال لي أنا I didn't post the letter وثاني I will ask John to post it for me ده ده قال لي حاجتين ورا بعض يعني أخينا رطاط قال I didn't أنا لم أرسل الخطاب وهطلب من جون ها يبعت الخطاب عشان خاطري يعني أنا كسلان مش عارف أتحرك من هنا فلما جينا نقلنا كلامه قلت أخينا هي said to تحولت إلى told ماشي He hadn't اه oh, didn't الماضي البسيط تحولت الى ماضي تام ذا لما هبدا اخش على جمله ثانيه هربط بأند. مادام بدات بجمله جديده دايما حاط كلمه مين ايوه ذات اند ذات يبقى تربط الجملتين باند ذات واي تحولت الى هي ويل اسك بيت وود اسك وطبعا كلمه هنا بوست ات فور مي طبعا هي ات مش هتتغير كانه زي ما هو في في الحاضر في الغائب هو ات هنا انا لو عبي حبيت أرجع معاك الافكار السابقه اللي انا اديتها لك اللي هو ممكن يسالك فيها اسالك فعل القول قلت لك ان هو مش مش لازم يدي لك فعل قول سد وطلد لا هيدي لك افعال قول اخرى تخص الجمله او ترمز الى المعنى المقصود من الجمله كلمة يشكو كلمة يخ... هكذا زي ما هنشوفه لسه هديكوا تاني كمان اديتك انه دايما الكلام الغير مباشر في الماضي وصيغة الغائب وتغير الظروف الزمنية الا في ثلاث حالات او اربع ثلاث حالات اديتهم لك التي لا يغير زمن الجملة فيها يعني تغير ممكن الضمائر بعد كده قلت لك ان الحالة الاولى هي اللي بتحول الحالة الثانية انها باقي حالات اف بتظل كما هي هنا هيبدأ بقى في الفكرة الجديدة دي تخلي بالك منها. إيه الفكرة دي يا عمو؟ قال لي عندك فاكر أنت لما درست الأفعال التي يأتي بعدها تو زائد المصدر فيربس بلس تو بلس انفينيتيف أور فيربس بلس فيرب بلس أنجي بلس جيرانت هي ويل يوز ات هيستخدمها بدل ما تستخدم انك انت هي سد هي تولد وذات ويجيب جمله كامله لا ده هو هيجيب لك الفعل ده ويقول لك انك انت مش هتبدا بفاعل في الجمله ده هتجيب الفعل مباشره وراها ولو عاوز تستخدم فعل بعدهم تستخدم ذات قلت له ايه الافعال المنيله دي قال لي هنا انا طبعا هم نوعين هنتكلم على امثله الافعال اللي بيجي وراها ان جي وامثله على الافعال اللي بيجي وراها تو زائد المصدر الافعال اللي بياتي بعدها اي ان جي admit يعترف، deny ينكر، ابلوجايز يعتذر، ابولجايز فور، اوبجيكت تو يعترض على، إنسيستد اون يصر على، سجست يقترح، كونجراتيوليت اون يهنئك على، كل دول امثله للافعال التي ياتي بعدها فير بلس اي ان جي. هي سيد، ليتس واتش ذا نيوز اون تي في. هو بيقول يلا بينا نشوف الاخبار في التلفزيون، وبخينا ده بيعمل ايه؟ قال لي بيعمل سجست يقترح. وانت هل اقول ايه قال لي عند حضرتك حلين إيه؟ اما تقول هي سجستد ذات اقترح ذات وي شود واتش ذا نيوز ده هنشوفه بعد شوي لكن لا هو مش عايز ممكن في الامتحان في الاختياري ما بتلاقيش في الامتحان فاعل يبقى اعرف ادور على مين على الفاعل المضاف له اي ان جي قال لي كمان يمكن تحويل الجمله بالطريقه العاديه اللي انا قلت لك عليها يعني خدت فعل هي سيد اي didnt see the accident انا ما شفتش الحادثه هحلها بطريقة الاولانيه هي دينايد انكر سيينج ذا accident قال ممكن تخلي وراها جمله هي دينايد ذات زي ما انا قلت لك ممكن تحط ذات هي هاد سين ذا accident امثله ممكن ما يستخدمش سيد ولا تولد ويستخدم لك افعال بياتي وراءها تو زائد المصدر زي مثلا الأمثلة دي promised اللي هي وعد offered عرض agreed وافق threatened هدد refused رفض remind ذكر decided قرر encouraged شجع invited دعا دعاك إلى حفلة to زائد المصدر to plus infinitive he said I will lend you the money you need أنا هدي لك الفلوس يا أستاذ اللي أنت عايزها يبقى أخينا ده عمل لي إيه؟ promised وعدني هي promised ها promised بيجي وراها تو زائد الما بشيل اي ويل واحط هنا تو تو لند مي ذا ماني اي نيد طبعا نيد بقت نيد ليه؟ لانه بنحولها الى الماضي ويو تحولت الى مي مي طبعا احنا ما اتكلمناش عليها لانه احنا مركزين على فعل القول الاهل مثال ثاني قال ممكن تجيب وراها جمله تقول هي promised ذات اه هي ود لند وانا قلت لك فوق يعني هي سيد تو مي يو ار تو او يو شود دو يور جوب ويل التول هي اخت يعني بيقول له هنا قال لي يجب ان تؤدي عملك جيدا يبقى هو نصحني ان اؤدي عملي جيدا فاذا بدل ما سيت هقول هي ادفايزد مي واجيب وراها تو زائد المصدر قال لي طب ايه المشكله؟ خلي بالك في اساليب اساليب تعجب فبيقول ايه هاو هيربل هاو فانتاستيك خلاص كده وات هذه اللي فيها التعجب والاسف اعمل ايه؟ قال دايما هاو تيرابل هنا هي سيد هاو terrible ده هنا في لما تيجي تحولها تقول هي سيد ذات ها ات ووز لانه هو قال شيء امامه بعد ما مشي انت بتقول حاجه بعد ما حدثت فبتقول ات ووز terrible دي انطبق على كل اسلوب التعجب لما يحول في الكلام الغير مباشر بتبدا ب ووز طبعا ليه استخدم ات إيه لما بتكلم على ذا الماتر سينك اللي هو متعجب منه الاكسكلاميشن فبيجيب وراه كلمة ووز أو واص حسب الناس عشان ما يزعلوش مننا. كل الكلام اللي إحنا تعبنا نفسنا فيه من شوية، ده كان بيتكلم على الجملة الخبرية وكيف تحول إلى الكلام الغير مباشر. وكل الكلام اللي قلناه على الجملة الخبرية هنحتاجه تاني، هنحتاجه للمرة التانية بس في الكلام اللي, غير مباشر في حالة السؤال reported questions أنا قلت الكلام عبارة عن ثلاث أنواع إما statement sentences جملة خبرية reported our questions اللي هو الأسئلة أو request الطلب يعني دي الحالة الثانية هنا كنا بنقول said to said to, to إلى told هناك لكن هنا لا هتبقى أسكد أو ما يساويها سأل او ما يساويها وهعرفك ايه الحاجات اللي بتكون بتساوي كلمة اسكد بدل ما يكس كل مرة يستخدم اسكد ممكن يستخدم كلمة ثانية ورجعنا للبت الزنانة مرة ثانية اللي هي دايما كل شوية بتبكي ونشوف ابوها عمل معاها حوار الحوار ده في اربع جمل فور سنتنس الاربع جمل دول اتنين منهم تو اوف ذم ار يعني عبارة عن طلب تو اوف ذم اند ذا اذرز وير questions wh questions or yes or no question هنا حتى الراجل يعني اللي بدا يشتغل هذا الكلام بيقول لي بص حضرتك يعني في هذه الجمل اللي موجوده قدام حضراتكم هتلاحظ ان هو هنا بدا يستخدم في هذه الجمل اللي موجودة قدامنا قال طبعا دي ده عنوان الكتاب أو كل الفصل اللي احنا خدنا منه هذا الكلام وكتاب أجنبي ريبورت سبيتش كوماندز اللي هي الأوامر ريكويستس الطلب كويستشنز الأسئلة احنا هنتكلم على الأسئلة الآن سيبك من الجملتين دول عشان هنعيدهم بعد شوية ده مثال لسؤال بأداة وده مثال لسؤال استفهام يعني ده مثال ل دبليو اتش كويشن وده مثال Yes يس اور نو طبعا واي ار يو ستيل كراينج احنا مش قلنا لك لسه بتبكي ار يو listening تو مي انت سمعاني؟ فطبعا هنا حولتهم اي نفس الـ 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 الكلام بتاعني ماي father تولد اور asked مي طبعا سيبك من دول على اساس احنا قلنا دول ايه هنتكلم عليهم بعد شويه على السؤالين ماي father asked سال ها بص اللي حصل ايه ادي الاداه واي اهي بص كده ار يو هنا اذا اردت ان تحول السؤال الى كلام غير مباشر يتحول السؤال بدايه الى جمله كيف يحول السؤال الى جمله بابدال الفعل المساعد مكان الفاعل يعني في خطوه بتعملها في دماغك بدل ما ار يو تحط في دماغك يو ار فيو تحول إلى ده إه راجل اهو تحول إلى هي لو كان هو المتكلم، لكن هو بيكلم البنت دي والبنت هي اللي بتعيد الكلام عن نفسها لأن هي في البداية وبتقول طبعاً أسكت مي يعني سألني أنا، فهنا تحولت إلى ايه؟ أي أي واز ستيل كراينج. السؤال الثاني أر يو listening تو مي هي asked إف أور وذر ويذر ما تقولش هويزر ويذر ويذر و طبعا هنا اف وذر اي هاي مش باينه شويه was listening to him لو انت خدت بالك هنرجع لي دي مره ثانيه هنرجع لها ثاني بس عايز اوري لك حاجه تخلي بالك منها بيقول لحضرتك انت درست نوعين من الاسئله الحته اللي انا بقول لك عليها ان هو في اللحظه دي قلت لك انه بيفاع حول فعل القول الى كلمه اسكت او كلمه تساويها ايه الحياة اللي بتساويها ممكن يقول اي ايد لايك تو نو اريد ان اعرف ده سؤال اي وانت تو نو اي وندر اتساءل اي هاف نو ايديا ما عنديش فكره ممكن تقول لي اي دون نو هي اسكس هي انكوايرد يستفسر اي وونت تو نو أريد أن أعرف، أي ووندرد، طبعًا هو حولها من الكلام المباشر إلى الكلام الغير غير مباشر ودي هي ممكن يستخدمها كمان مش كده وبس يعني ممكن يقول لك كان يو تيل مي، كود يو تيل مي ده عبارة عن أسلوب من الأساليب اللي هو بيتحول فيها بيحول فيها إيه فعل القول أسكيد إلى أي كلمة أخرى هنلاحظ يعني بعد ضمير يعني استخدام ضمير مفعول عدم استخدام ضمير مفعول بعد wonder or inquire اللي هو هنشوفه مع بعض بيقصد ايه بالكلام ده يعني اللي احنا بنقول عليه يعني متحدث اليه متحدث اليه هو بيسميه مفعول يعني مش هقول له هو قال لمين المهم هنشوف مع بعض الأسئلة اول حاجه يعني هنبدا من تحت لفوق عشان حسب الحاله اللي موجوده فوق اول نوع من الاسئله اللي هو السؤال بأداه بنعمل ايه؟ بنبدأ بالمتحدث ماشي ونضع فعل القول نحوله إلى أسكد أو أي كلمة من الكلمات هو استخدم بدل سيد وونت تو أقول له ماشي أعمل ايه؟ هناك في الجملة الخبرية كنت بشيل القوسين وأربط بذات لكن في السؤال بأداة بشيل القوسين وأضع الأداة يبقى الربط بيتم بالأداة نفسها مش هجيب حاجة من بره بعد الأداة يحول السؤال إلى جملة بإبدال الفاعل مكان الفعل المساعد ها يو تحولت إلى آي عشان بيكلمني أنا ديد في الماضي البسيط تحول للماضي التام تبع كلمة هاد وهاد تحول الفعل التصريف الثالث يبقى آي هاد spent. دايما أحط لك معلومة إذا وجدت أداة اختار بعد الأداة فاعل ثم فعل في الماضي أوعى تنسى دي دايما في الاختياري في السؤال بأداه إذا وجدت أداه اختار من الاختيارات الجملة اللي بتبدأ أو الاختيار الذي يبدأ بفاعل ثم فعل في الماضي تطلع الإجابة صحيحة مثال ثاني He said what are you doing now ماذا تفعل الآن He said حولها لأسكت ماشي شال قوسين وربط بالأداه نفسها ماشي Are you gonna حولها في دماغي خليها you are فيو تحولت الى اي وطبعا اي في الماضي تاخد واز دوينج وناو تحولت الى زين تاني الاداه تختار وراها فاعل ثم فعل في الماضي طبعا في عملية التحويل لما يكون عندي دو وداز وديد دي ما بتلاقيهاش في السؤال يعني اذا كان دو do does بتحول الفعل بعدها للماضي البسيط واذا كان في ديد بتحولها للماضي التام يعني زي ما هنا بص كده ديد حولناها للماضي التام. How much do you earn? He wonders. Uh, how much I earn How much I earn لي, لي... طبعا الأزمنة فقط تتغير إذا بدأ السؤال بفعل في الماضي يعني هنا ده الكلام احنا قلناه من شوية لا يغير هنا الفعل جاي فين ما احنا قلنا في ثلاث حالات لا يغير فيها زمن الجملة إذا كان فعل القول في المضارع أو المستقبل أهو أهو وندرز فعل القول في المضارع لذلك هنا استخدم ايرن ما قالش إرند هعمل نفس المثال لكن قال هاو دو يو إرن قال هي وندرت المره دي استخدمني فعل في الماضي عشان كده انا استخدمت له الفعل فين في الماضي. آه قبل ان ننتقل الى هذا الكلام نرجع للسؤال الثاني اللي هو السؤال بأداه السؤال الاستفهامي ربطنا بالاداه نفسها نفس الكلام اللي احنا قلناه في السؤال بأداة هو هو في السؤال الاستفهامي الاختلاف الوحيد أن أداة الربط هنا لا تكون بالأداة ولا بذات لكن تكون بأحد الأداتين دول if أو whether if أو whether الاثنين دول وطبعا بتنطق كمان whether ما تقولش whether يعني whether ده الاثنين هتلاقيها قريبة تخلي بالك في كلمة طقس شبه دي الثانية طبعاً دبليو إي إي تي إتش آر خلي بالك من هذه الكلمة جبلك في الاختياري أنت مع اللهوجه ما تاخدش بالك إف لو جاب لك أوعى تستخدمها تقول عشان أختها لا تاخد إف وبس ما تاخدش غير دول كمان هتلاحظ معلومة ثاني ساعات يجيب لك في الاختياري تلاقي في الاختياري إف وزر إزاي يا أستاذ ده الأستاذ قال إن الاثنين بيساووا بعض اعرف طالما هو حط في الاختياري إف أو ويزر اختار وزر ليه؟ لأنه هتلاقي لو كملت الجملة لغاية الآخر هتلاقي حاطط لك في الآخر كلمة أور أو آر اللي هي إما أو تخلي بالك من دي اللي هي أو دي لا, طبعا إيه وذر أور اللي هي سواء أو أو إما أو. He said to you speak English he asked طبعا سؤال استفهامي الذي يبدأ بفعل مساعد ويجاب عنه بيس أو نو فإذا بنبدأ بأي دو تمشي خلاص بس تحاول قبل ما تمشي تحول الفعل للماضي فيبقى I spoke زي ما قلنا هناك بعد الأداة تختار فاعل and فعل في الماضي كذلك هنا بعد إف وزر بتختار فاعل وفعل في الماضي he said he wondered ربط ب أها I you have حول الاثنين بدل have you تبقى you have you تحولت إلى هاي و I, I have. تحولت إلى هات ده اللي هو تحويل السؤال نفس الكلام اللي قلنا عليه لو عند حضرتك لو عند حضرتك شال في الاقتراح تتحول الى شد شال وي جو ناو هي مي اف وي طبعا انت مش هتحول هيجي لك متحوله وجاهزه فعندناش عندناش مشكله واذا كان عندي في الجمله سؤالين بتربط بالاثنين يعني بتربط بالسؤالين ورا بعض قال هنا هي سيد واي ار يو ليت هنعملك هنا بص كده سؤال باداه وسؤال استفهام الاثنين ورا بعض الاثنين في سؤال واحد هعمل ايه؟ قال السؤال الاولاني تربط بالاداه نفسها زي ما عملنا هناك وادي فاعل وفعل في الماضي. السؤال الثاني اه ده سؤال استفهامي واربط باند اف وكم من نفس التحويل بتاعي. طيب لو كان السؤالين الاثنين باداه الاثنين باداه قال الاولاني هتربطه بالاداه بتاعته والثاني هتربطه بالاداه بتاعته بس هتحط بينهما ذات وتعمل نفس تحويلاتك. لو انت بتعمل اوفر اوفر طبعا اوفر من الافعال التي ياتي بعدها تو زائد المصدر زي ما قلنا هي سيد شال اي جيت يو سام تي ممكن اجيب لك شويه شاي هي اوفرد يبقى هي اوفرد مي سام تي اقول له صح هي اوفرد مي سام تي تمام عرض على بعضه من الشاي خلاص صحيح وممكن تقول هي اوفرد تو جيت مي سام تي قال لي خلي بال حضرتك في الطلب ممكن كمان كده اللي انت اخذتها بمعنى يسال تنفع بمعنى يطلب هي سيد هي سيد could you open the window please? He asked me to open. إذا كانت هنا بمعنى يطلب بتربط بتو زائد المصدر زي ما هنشوف بعد شوية. وهنا بندخل على آخر نوع من أنواع الكلام الغير مباشر اللي هو بيسموه اللي هو تحويل جملة الأمر يعني reported imperatives اللي هي طبعا الامبراتيف اللي هو الامر قال لي ستو هنا مع العكازة اللي طلع لنا ده ستو ممكن تبقى تولد ممكن تبقى أسكد ممكن اوردر ممكن ديموندد ممكن أدفايز انكارجد وارند كو كلمة كوماند اللي هي أمر يعني allowed, urged, requested, threatened كل هذه ممكن تلاقيها كلها تدل على أن هذه الجملة جملة طلب بيحصل إيه عندنا كل اللي بتعمله إن هناك جمل خبرية ربطت بذات، السؤال بأداه ربطت بالأداه، سؤال استفهام ربطت بإف، وإذا هنا هتربط بتو أو نوت تو؟ تو لو كانت الجملة مثبتة ونوت تو إذا كانت الجملة منفية وده اللي هتشوفه حضرتك. He said to me read. He told me to read. She said she said to me don't. She told me never to or not to، الاثنين صح. He said go away. He is threatened to call. قال: Go away or I will call the police. إي بشي من هنا ولا هتصل بالبوليس. He is threatened. is threatened من الأفعال التي يأتي بعد توز تو زائد المصدر. لو جبت ذات زي ما قلنا هتكمل جملتك is threatened that he would. آه أي تحولت. He would call the police if I didn't to go away. حول هذه الجملة كلها للماضي. Uh, don't waste. إذا قلنا he advised me not to. Not to. Uh, جاء بعدها تو زائد المصدر فاكرين طبعا هنا خلي بالك قال لك لاحظ عدم طبعا في حته هنا ستادي ساينس ات يونيفرستي او بدرس علوم احسن لك على انكارج ديز فريند تو ياتي بعدها بنلاحظ خلي بالك بعد الفعل اللي هي كلمه يقول ما نستخدمش تو زائد المصدر انما دايما بنستخدم شوف الجملة الخبرية اللي انتم فاكرين بنستخدم دايما جملة مسبوقة بذات دونت بارك هير ذا بوليس سيد ذات ها ساد لو قلت عارف لو قلت كلمة ايه دونت هنا اوردرد اس لو قلنا اوردرد نوت تو نوت تو كنا لكن هنا لما استخدم سد جبنا وراها جملة كاملة mustn't بارك هير آه تاني الصورة ظهرت معانا مرة تانية وآدي علشان الجملتين دول بي a good girl كوني بنت طيبة فقالت هنا اهو my father told or asked me ها بي يبقى ربط بتو بي a good girl don't cry جملة منفية he told or asked me بدل ربط بدل ما يربط بتو هنا ربط بنوت تو cry like this تحولت إلى ذات ودي امثله عايز حضراتكم يعني انت تشوف الجمله وتشوف ايه انا هسيب لك الشاشه فتره كويسه كده على اساس انك لما تكون تبص عليها تقراها بتمعن شويه مش هوريها لك لكن السؤال يعني الاولانيه بيتكلم على جمله استفهاميه والثانيه جمله امر وطلب والثالثه كذلك الرابعه سؤال استفهامي السؤال كويشن بعد كده ريكويست وفي الاخر سؤال باداه اقراهم بتركيز ان شاء الله تثبت معاك المعلومه في بقى اخر كلمتين اللي هو هنتكلم عليهم بنختم كلامنا بيهم اللي هي الفعل سجست والفعل ريكومند وده لاحظنا في كثير من الطلبه يعني الفكره دي تايهه منهم تماما وهي احنا اتفقنا انه كلمه سجست ريكومند انا هقولها لك لخصتك الموال كده في حاجه بسيطه جدا اولا الكلام العام ان سجست وريكومند بيجي وراه الفعل مضاف له اي ان كويس واذا جبت وراها كمان ذاتي وراها فاعل ثم فعل في المصدر تمام لاحظتوا حاجه قال لي يعني فاعل لاحظنا حاجه انه فاعل وراه مصدر وذات فاعل وراها مصدر وريكومند انصح لو قلت شخص ما يعني جبت مفعول به هنا يا اما تو or not تو. طيب نشوف الامثله دي do exercise to again ليلى suggests doing or ها huh, that I do exercise يعني ممكن اقول ذات واجيب I do you should revise uh, quietly my friend recommend revising or that I revise quietly لكن في معلومة يمكن ما لقيتهاش مذكورة إلا في كتب يعني أجنبية خلي بالك من دي دايما هي, هي شود سجست ذات هي شد دو قال إن الحاج سجست وريكوموند الاثنين دول بيجي وراهم حاجة من ثلاثة حاجة من ثلاثة إيه يا عم واحد إما أن يأتي بعدهم فعل مضاف له أي إن جي وأدينا عرفناه اثنين إن لو جاء بعدهم ذات يأتي بعدهم فاعل وشد زائد المصدر فاهمينها قال كمان اذا جاء بعدهم ذات ممكن ما تلاقيش شد تلاقي فعل فين في المصدر اختار بعد سجست اذا كان هناك فاعل اختار مع سجست ريكوماند الفعل في المصدر مهما كان الفاعل يعني المفروض ان هنا هي كان يقول هي داز او هي بلايز او هي بريكس المفروض يقول كده لكن هنا في هذا الفعل سجست ريكوماند اختار الفعل في المصدر مهما كان الفاعل. وهنا ينتهي هذا الكلام بتاعنا. يعني احنا هنحل تمارين يعني مباشره وراه عشان الفيديو يخلص مره واحده. لكن حاول توقف الفيديو لحظات كده وبعد كده هنكمل مع ايه؟ مع التمارين اللي احنا عارفينها اللي هي الاختيارات اللي احنا عايزين نحلها مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل معانا ان شاء الله نلقاكم بعد قليل تكونوا في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه ورجعنا لكم تاني بعد ما يكون حضراتكم طبعا اكيد رجعتوا الشرح هنحل تمارين على القاعدة ريبورتد سبيتش واتمنى ان يكون الشرح وافي ونستطيع ان احنا نحل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم التمرين الاول هي وسيبك من اختياري كله wasn't to be able to sleep until he had finished the homework هنا في اللحظة دي لو جبتها من ورا لقدام wanted to know سؤال wondered سؤال asked سؤال لكن الجملة اللي قدامنا دي كلها لم تكن سؤال لكنها جملة خبرية إذا فين الأداة اللي هي هتكون عند حضراتكم دي اللي هي كلمة said هي said هو قال وكمل جملته she said that she قلت لحضراتكم بعد ذات اختار الفاعل ثم الفعل في الماضي في الكلام الغير مباشر اهي she admitted that اعترفت that her brother her brother ماله طبعا ما تختارش ها هير ويز هير هومورك ذات افترنون اصلها ذيس افترنون فهتختار الجمله اللي في الماضي واحد تبص كده عندك هتلاقي هنا في ماضي وهنا في ماضي لكن هنا بدا فاعل ما ينفعش اقول هير براذر هي ما ينفعش استخدم الاسم والضمير اللي بيحل محله فهنختار اللي هي كلمه was هيلبينج شي said they them their the following ها سأ... معايا سأ... سامعه كويس اهو ايوه فعلا ساترداي اختار ايه المفروض تختار في الماضي طبعا هتنفع هنا ايه ميت ار ميتينج هاف بين ميت طبعا زي فعلا الشطار اللي ردوا عليا وير ميتينج فعلا واحد يقول لي يا استاذ الحكايه اللي انت بتتكلم عليها معلش طبعا احنا بنعتذر احنا اللهجه بتاعتنا صعيدي ما بنعرفش ايه نتكلم بحراوي لكن كلنا بنلتقي في معلومه واحده ايه اللي خلاني استخدمت بالرغم ان فولوينج ده تدل على المستقبل ايه اللي خلاني استخدمت ماضي مستمر قال ترجع وتفتكر تاني يعبر عن المستقبل باربع طرق الطريقه الاولى باستخدام ويل الطريقه الثانيه باستخدام جوينج تو الطريقه الثالثه باستخدام البريزنت كونتينوس يعني المضارع المستمر اهو والمضارع المستمر يحول إلى ماضي مستمر شي ذات شي had waited for me زان an hour For her appointment يا عم ده أنا قاعدة مستنياك أكتر من ساعة علشان الموعد بتاعي يبقى الست دي بتعمل إيه؟ هل هي سألت ولا تساءلت ولا أمرت ولا اشتكت؟ فكانت تشكو زي promised وعدوا ها ما دام وعد البروميس بياخد ويل زائد المصدر وويل زائد المصدر تحول الى ها ود زائد المصدر الفعل في الماضي وبعدين بص حضرتك الرايفد الفعل في الماضي فبيجت ايه وض فول هي ادميتد ذات هي ها لاست آسف، ليت the night before. the night before اللي هي أصلها last night. يعني كانت الجملة فين؟ في الماضي البسيط. لما أجي أحولها في الكلام الغير مباشر هتحول إلى ماضي تام. تبقى هاد الريفت. she that she was hoping to come. يعني كانت تتمنى تيجي معانا and see me to see me the فولوينج يو تيجي وتشوفني ها برضه في المستقبل برضه في المستقبل طبعا هنا ايه فهي هل هنا بليمت ان هي كانت بتلومني refused رفضت asked. سالتني ولا اكسبليند شرحت بتشرح لي ان هي كانت نفسها تيجي طبعا الاسبوع اللي جاي فبتقول كده هي يعني ايه هتبقى هنا عندنا she explained I admitted that ان انا انا اعترفت that I any plans اعترف في الماضي يبقى ادور على الماضي انا ومغمض هتلاقي اهو didn't have plans خطط he denied اصحى اصحى معايا اه هنا هتلاحظ denied ما فيش بعد denied فاعل ونرجع تاني ونفتكر الأفعال الفعل deny الفعل admit يأتي بعده الفعل مضاف له ing طبعا denied being وجودها at the scene of the crime اللي هو مشهد ومسرح الجريمة I explained that I asked my mother اكسبلين في الماضي يبقى اذا عايز اختار حاجه في الماضي يبقى اختار كلمه would have to بيتر هي would phone me that evening خلي بالكم من الحكايه دي اصل الجمله هنا ايه هو قال ايه اخينا I will phone you سوف أتصل بك ويل يبقى خينا ده عمل ايه؟ سالني سالني اراد ولا وعدني؟ ايوه فعلا برافو عليكم. شي سيد اي اصحى هنا اصحى هنا وانتبه معايا كويس شايف هنا في ايه؟ شايف العلامه دي؟ شايف دي؟ شايف دول؟ شايف الحته اللي هنا في الاول دي؟ وحاطط هنا في ايه؟ بص كده هنا في كومه القوسين ظاهرين القوسين ظاهرين يبقى هذه الجملة هذه الجملة في الكلام الغير مباشر ولا الكلام المباشر؟ أيوة صح في الكلام المباشر الدايركت الدايركت سبيتش نوت ريبورتد سبيتش طيب مين اللي هينفع؟ قال لي until أهو I have finished. هنا هفكرك بقاعدة هنا مين دي؟ شايفها دي كويس؟ دي until until هنا هتربط ايه؟ first action and second action. بيحصل عندك هنا ايه؟ احنا اتفقنا إذا حدث حدثين وراء بعضهما في الماضي فإن الحدث الأول يوضع في الماضي التام والحدث الثاني في الماضي البسيط. طيب لو أنا اخترت الماضي البسيط يبقى المفروض إن دي تكون هاد. يبقى دي إذا ديدنت ما تنفعش معايا. طب وبعدين؟ قال لي في جزئية تانية يا أستاذ مع أنت اللي وعتنساه. إذا حدث حدثين وراء بعضهما في المستقبل لسه هيتموا. فإن الحدث الأول يوضع في المضارع البسيط أو التام أهو. والحدث الثاني في المستقبل البسيط يبقى أنا هختار هذا الاختياري اللي هي won't سي. عشان كده بقول لك الكلام المباشر والغير مباشر لازم تكون مراجع كل الازمنه. شير رفيوز اصحى ها رفيوز من الافعال التي ياتي بعدها اي ان جي ولا تو زائد المصدر برافو برافو الناس اللي قالت لي ان بياتي بعدها تو زائد المصدر. رجع تاني لدينايد طبعا اهي دينايد عرفناها خلاص فانكر اللي هي اهي اهي شايفينها الاي ان جي اهي. اللي هي فورجينج اللي هي بمعنى يزور هي سيد ميتالز يا رب يا رب ما تغلطوش وين ار كولد وين ار كولد اختار ايه احنا اتفقنا ان الكلام الغير مباشر اختار له الحاجه فين في الماضي وعشان يسهلها لك ما جابلكش حاجه في الماضي ليه يا استاذ ليه قال لي لان هنا حضرتك بتتكلم على ترو فاكتس المعادن بيحصل لها ايه لما ابردها اه تنكمش يبقى هختار المعادن بالكلمتين الكلمتين اللي هينفعوا معايا في البريزنت سمبل اهو لان المحاله اللي بالنسبه للمضارع البسيط الحالات هي اللي بيستخدم بيتكلم على ترو فاكتس لو قال مثال واحد كنت قلت كلمة كونتراكتس لكن علشان ده جامع قلت كلمة كونتراكت ده طبعا هنا نفتكر سعيد صالح تبربر بالبرورة وتنكمش بالحرارة شي بروميس جت فين هنا؟ ايوه في الماضي مش بروميس بقى بروميس دي هتختار مش ويل احنا عارفين ان بروميس بتاخد ويل لكن هنا في الماضي هاخد وض انا مكمل هي admitted ذات هي لو كان ما ذات ولا هي كان اخترت الفعل فين ايوه مضاف له اي ان جي لكن هنا حط ذاتك بعد الجمله ودور على الماضي يا نهار ابيض يعني. ده انا عندي هنا ووز robbed اه وهاد روبت اتنين ماضي مين اللي ينقذني مين اللي هيمد لي يد المساعده مين اللي هيجيف مي اهاند قال لك اقرا الجمله لغايه الاخر the house the night before the night before كانت في الأصل last night يعني كانت ماضي بسيط اللي هو بنسميه past simple الباست سيمبل يتحول إلى إيه يا سنة تالتة ويا سنة أولى إلى ماضي تام يبقى تاخد كلمة hadropped he explained that he شرح أنه his way in the desert a few weeks earlier اللي هي قلناها بتدور على الماضي يبقى هو هنا ايه؟ ها؟ ما تنفعش ويز يا استاذ هتاخد ماضي مستمر ليه؟ وفي حدثين عندك احدهما قطع الاخر ولا كان عندك مضارع مستمر ده هو تاه وخلص والماضي البسيط يتحول الى ايه؟ ماضي تاه. زي complained اشتكوا ذات زي بادلي. by the shop owner the previous day the last day يبقى عند حضرتك انت ومغمض اهو كده ايه المفروض ان هي ماضي تام طيب هنا بيشتكوا ان هم هم اللي اللي تريتد هم اللي تعاملوا ولا هم الذين عوملوا يعني استخدم الماضي التام يا حضرات استخدمه فين في الباسف يعني في المبني للمجهول he says اصحى 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 water if it is boiled true facts true facts عندك اتنين says ده فعل في المضارع يبقى زمن يظل كمضارع وفي نفس الوقت هو بيتكلم على حقيقة علمية إن الماء يتبخر إذا He said that she uh, to learn to drive Malhava Yuba is an ah, was going to Aslaha is going to. I complained that it rather late and it is was time for him to go to sleep. طبعاً ات هنا عايز الماضي فهتاخد ووز او واز حسب اللهجه اللي انت بتستخدمها I said he لقد قلت he retired the following year السنه اللي جايه ها السنه اللي جايه هو هنا يعني طبعاً هو بيجهز للتقاعد المفروض هو هنا يعني بيخطط لهذا الشيء ان هو هيتقاعد عنده فلهذا هتلاحظ حضرتك انه لابد انك تخلي بالك انت هتختار ايه هتختار ايه ها يبقى اذا فعلا اللي هي is going to هتبقى was going to my son that his book was really exciting ثلاثة اسئلة واحد اثنين ثلاثة دول السؤال ما تنفعش يبقى هتاخد كلمة explain she promised بتهيألي يعني خلاص وضحت promise بتاخد will والماضي ياخد would John said that he that moved once before يعني من قبل يبقى إذا كانت عند حضراتكم ماضي بسيط ها تحولت إلى ماضي تام شي uh, المره دي بقى شوف كل الاسئله كان بيسالك فيها على الفعل على الفعل على الفيرب now he will ask you about the spoken words فعل القول she that the accident was or was her fault كان خطأها قالت والله الحادثة دي كان أنا الغلطانة فيها يبقى هي في اللحظة دي اداهم لك كلهم في الماضي، هل هي رفضت ولا اخبرت ولا سألت ولا اعترفت؟ ايوه. هي هام تو تيك ذا اكزام اجين. طبعا سد ما يأتيش بعدها مفعول به، ما يجيش وراها متحدث اليه. ودينايد زي ما حضراتكم عارفين بيأتي بعدها اعترف فعل مضاف له اي ان جي حتى لو في طبعا ما ينفعش وراها مفعول به. refused ما تنفعش وراها مفعول به لكن اللي هي encouraged شجع شجعه ان ياخذ الامتحان مره ثانيه she him on getting great exams results حصل results exam results جاب هنا درجات في الامتحان ونتائج عظيمه وفي واحده من دول بتاخد on ايوه برافو عليكو طبعا هنا هت... congratulated هنأه هي eating ذا last chocolate بسكوت ها عمل ايه اخر حته بسكوت بالشوكولاته تفحى يبقى هو هنا ايه كلت ياد البسكوت ده ما حصلش يبقى اخينا ده عمل ايه عايز واحد بيجي وراه اي ان يجيب دول واخينا مش عايز يقول الحقيقه فعمل دينايد انكره هي سيد ذات هي enough time to finish the to finish the job he said that he enough time to finish the job قال He ها huh? ما كانش عنده قال يبقى ما كانش عنده وقت didnt have لم يكن لديه وقت كافي لهذا الامتحان يخلص الوظيفه تحته she said that she to visit Kairoua the following the following week زيارات ها حياة بنستخدمها مع الرحلات اللي هو المضارع المستمر خلاص هنا يعني بتكون معانا she said that the following week the following week طبعا هنا لاحظنا انه في ناس كثيرين يعني في ناس هتقول لك was wanting wanting وناس بتقول wanted she wanted to visit أرادت إن هي تزور طيب مين دي ومين دي نرجع الجملة الأصلة لو قلنا مثلا هي قالت إيه I uh, want أنا أريد خلاص I want to visit Cairo the following week اريد ان يعني كايرو نيكست ويك يعني عايز ازور القاهره الاسبوع القادم ها تختاروا ايه طبعا وونتس مش عايزينها ويل مش عايزينها يبقى اذا عند حضراتكم اللعبه جايه في اثنين ووز وونتينج ولا وونتد لو قلت ووز وونتينج كانت شي از وونتينج تريد she was wanting نختار ايه نختار ايه طيب انا هسيب لكم التمرين ده طبعا زي ما تعودنا التمرين الصعب انا اللي فيه فكرة هسيبه لحضراتكم وتردوا الاجابة على الرابط اللي انا هسيبه لحضراتكم وتقولوا لي ليه علشان ده اخطأ فيه ناس كتير خالص وبسهلها لك تقول was wanting ولا wanted وليه تمام طيب the Nile في كام تمرين هسيبهم لك كده وتشوف لي هتقول ايه the Nile the longest river in the world دي ايه دي ها حقيقة فتختار لا تغير زمن الجملة فتبقى عندك اس بص دي هي سيز فعل قولية فين في المضارع يبقى اذا حضرتك هتختار ايه؟ ها؟ طبعا مضى فعلا she is ready. he promised that he دي طبعا سهلة قلناها اللي هي كلمة would ها؟ وود ولا will؟ وليه؟ she promised ده الفعل في الماضي the next morning لو لاحظت حضراتكم ان هو هنا لم يغير فاكر احنا بنشرح قلت لك لم يغير ما المفروض ان هو يقول ايه next morning المفروض يقول the following morning لكن لم يغير الزمن لم يغير هذا الزمن هتلاحظ حضرتك انك هتختار وتلاقيها انا هشرحها لك قدام ذاتي will be home the next morning. منال said that her brother her do the washing up that afternoon ها عمل ايه؟ عمل ايه؟ بتقول منال بتقول ان اخوها بيساعدها لتكي ها do the washing up that afternoon اصلها this afternoon فهتبقى هنا عند حضراتكم ايه هل ان هو هيقول مثلا is helping طبعا ده مضارع ما ينفعش has been helping برضو ما تنفعش was being helped اصبحت بسف يعني هي اخوها اللي هيساعد فمش هتلاقي عند حضراتكم غير كلمة was helping تمام اللي هي طبعا استخدم شيء يحدث المستقبل ولكن يخطط له الان. قرار ذو اعداد مسبق. طارق اكسبليند هي شرح كان ايه؟ ها هي طبعا ما تفعش ووز لانه دائما وابدا من الاشياء التي لا تاخذ صيغه الاي ان جي افعال الحس والشعور والادراك والمعرفه. وكذلك إذا كان فيرب تو بي فعل أساسي لا يأخذ صفة الأي إن جي. منى شاوتد صاحت ذات ذا زا كريمينال دينيوس. ها أه برضه نفس الفكرة جاتني تاني اللي هي كلمة آسف شاوتد ذات ذا زا أنيمال أنا أنا مخطئ ذا أنيمال فتاخذ كلمة was. علي that he had lost the pin that I had أنا ضيعت يا عم القلم اللي أنت لي فيبقى هو هنا إيه؟ اعترف. <applause> he said that when he to the museum he had seen the statues. أصبح عند حضراتكم هنا قال إنه لما ذهب had been to the museum يعني بقول أنا لما ذهبت رأيت أصلها كلمة هنا إيه when he went to the museum he saw the statues يبقى حول الاثنين إلى ماضي تام ناديا said that she attest attest شيء يحدث في المستقبل ولكن يخطط له الآن، فمضارع مستمر يحول إلى ماضي مستمر، هنا كلمة هاف، واحد يقول لي طب ما إحنا قلنا إن هاف ها لا تأخذ صيغة الآي إن جي، أقول له يا أستاذ هاف إذا كانت بمعنى يملك لا تأخذ صيغة الآي إن جي، لكن إذا كانت بمعنى يؤدي. أو يفعل أو يتناول تأخذ صيغة الـ ING She admitted that she the vocabulary that she needed to know يعني هي اعترفت إن هي huh, didn't really know wasn't really, really knowing isn't really knowing doesn't really know طبعا آه مش طالما هي اعترفت هي اصل الجمله قالت شيء ما قالت اي دونت نو اي دونت نو فانا حولتها الى didnt know he told me that he had played basketball المره دي سال حضرتك في الظروف الزمنيه she told me that she had played يعني كانت ها ماضي بسيط يعني كانت yesterday فتحول yesterday إلى the day before she says فعل القول هنا أيوه مضارع ready now to go to she is ready يمكن التمرين ده معاد سأرجع تاني لأفعال القول ويسألني ماذا ذات we could watch TV after finishing اتفرجوا على التلفزيون after finishing our homework بعد ما تخلصوا على الواجب بتاع حضراتكم ها يبقى لو قلنا told كان المفروض يذكر قبل ذات مفعول به لو قلنا tells اصبحت الجمله في المضارع وانا شايف ان هي في الماضي وافتر فينيشينج والكلام من ده امي قالت وبرده محتاجه الى مفعول به refused رفضت يبقى هنا محتاجه بعدها ما كانش استخدم هي ورا تو زائد المصدر إذا ما فيش الأم قالت She said that she home on her own بمفردها She said she can go They said that they to the art gallery for a long time أصلها ايه طيب هنا بقول اصل الكلمه هنا ايه ها دي اصلها ايه دي اللي هنختارها عشان نريحكم بس كانت ايه اصلها didn't go didn't go وجاب التصريف الثالث بتاعها hadn't been واحد hadn't been واحد بيقول لي طيب يا استاذ طيب ما احنا عارفين انه ما ممكن انا جو اجيب جن اقول له لا في فرق بين جن وبن بمعنى ذهب جان ذهب إلى مكان ولا يزال فيه ده استخدام واحد يعني لسه مريحش أما بن تستخدم في ثلاث حالات واحد في حالة السؤال اثنين في حالة النفي ثلاثة إذا ذهب إلى مكان وعاد أخينا ما راحش خالص يبقى إذا استخدم بن ما تنفعش جان He decided قرر وقلنا decide من الأفعال اللي بيجي وراها تو زائد المصدر. He said that he about it. ها قال طبعا هنا قال I will think تبقى إيه؟ would think. سوف أفكر. Uh, he threatens هدد ها يعمل إيه؟ بيجي وراها تو زائد المصدر. The scientist said اه خلي بالك من دي خلي بالك من دي أهي آه هنا أهو طالما في الاتنين دول قاعدين هنا أهو يا جماعة طبعا ادينا أهو بص في قوسين موجودين عندك يبقى إذا الكلام لسه مباشر أتومز الذرات مالهم؟ آه. هنا جاب وراهم صفة يبقى عايز مسبوقين بفيرب تو بي ودي جمع تاخد آر وبتكلم على حقيقة علمية. أصغر العناصر. My coach said that he قال ها uh, بي at the next game. He طبعا the next game يبقى إذا هنا uh, استخدم إيه؟ ما قالش طبعا هنا إيه اد the next game. قالش the following game يبقى هنا won't be able to لا تغير الزمن عند حضرتك هنا. <applause> she told me she him later هي أخبرتني إن هي ها تفقد سي أي فعلا I will see him فيما بعد he told me he her before before ماضي بسيط تحول إلى ماضي تام she told them she the house all morning آه كلمة أول هنستخدم معاها زمن المضارع التام المستمر الذي يتحول إلى ماضي تام مستمر He said that he that paper by the next day لا أصلها كانت إيه أصلها tomorrow أصلها tomorrow أصلها تموره فبيجي زانيكست ايه نيكست دي تمام فإذا هو حول استخدم هنا ايه أصلها مستقبل تام لأنه في باي وجاء بعدها زمن فإذا المستقبل التام الذي يتكون من هاف زائد التصريف الثالث اهو لكن لما هو جلس وحول Uh, uh, by tomorrow إلى to the next day يبقى تحولت إلى what they said that they there before before خلاص عرفنا before ماضي بسيط تحول إلى ماضي تام لأنها طبعا there uh, before هو طبعا لم يذهب إلى هناك من قبل uh, طبعا هنا uh, he said there an accident outside the supermarket the night before the night before uh, طبعا برضو ماضي بسيط تحول إلى ماضي تام سارة said that her father خلاص to school every day